السلام عليكم. روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية، الموقع السلط، المادة علوم، الصف السادس، بإشراف المعلم أيسر النبابتي. درسنا اليوم عن ترشيد استهلاك الطاقة. درسنا كثير سهل وبسيط، وأنا بهمني منه شغلتين بس. الشغلة الأولى، كيف بقدر إني أقتصد في استهلاك الطاقة؟ الشغلة الثانية، تعطيني أمثلة على الاقتصاد في الطاقة. فأول إشي، شو بهمني بترشيد استهلاك الطاقة، أو ليش أنا بعمل هذا الإشي؟ بسبب إنه المصادر اللي إحنا بنستخدمها في الغالب هي مصادر غير متجددة، بعد مدة زمنية راح تنفذ. فلذلك إنك لما تقتصد في استهلاك هاي الموارد، فإنت راح تقعد معك مدة زمنية أكبر. لو أنا فرضت إنه عندي أنا طاقة بتكفيني لأسبوع مثلا، أجيت أنا اقتصدت في استهلاك هاي الطاقة، يعني بدل ما أضوي الضوء 3 ساعات في اليوم خليته ساعة، بدل ما أشحن التلفون كل يوم شحنته كل يومين، بلاحظ إنه بدل أسبوع الطاقة هاي راح تكفيني مثلا لأسبوعين. وزي هيك على المدى البعيد، الاقتصاد في استهلاك الطاقة بيزيد لي المدة الزمنية لحتى تنفذ هاي الطاقة. بعض الطرق التي تساعد في ترشيد استهلاك الطاقة، أول إشي إطفاء الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استخدامها، لأنه أنت أصلا مش قاعد تستخدمها، فليش تظل شغالة؟ فأنا بطفيها وبخفف من استهلاك الطاقة. الثانية، استخدام السخان الشمسي بدل من السخان الكهربائي، لأن السخان الشمسي بيعتمد على طاقة متجددة وهي الطاقة الشمسية، أحسن من السخان الكهربائي اللي راح يصرف لي كهرباء ويزيد لي في استهلاك الطاقة. ثالث إشي، إطفاء مصابيح الغرف عندما تكون فارغة، لأنه أنت لما تكون الغرف فارغة فأنت مش بحاجتها الضوء يكون ضاوي بيها، فلما أطفيها بخفف من استهلاك الطاقة. في عندي نبات اسمه الجاتروفا ذهب الصحراء، هو عبارة عن نبات سام ثماره لا تؤكل. طب شو فايدته ما دام ما بتاكل؟ فايدته انه بيحتوي على زيت نسبته عالية داخل الثمرة، وزائد انها بتنمو في تربة غير صالحة لزراعة المحاصيل الغذائية. يعني انت تربة مش مستفيد منها بتزرع هاي النبتة. طب شو فوائدها؟ اول اشي، بتحتوي على 30 الى 35% من الزيت الامن بيئيا. شو يعني امن بيئيا؟ يعني ما في له تلويث على البيئة. وبيمتلك هذا الزيت خواص احتراق ممتازة ومستوى أداء عالي، يعني استخدامه راح يكون جيد زي النفط. وبعدين هو أقل تلويث للهواء من وقود الديزل. فلو لقوا النبات هذا وزرعوه بكثرة واستخدموا الزيت تبعه، راح يعطيني حل جيد في تعويض استهلاك الطاقة الغير متجددة عن طريق هذا النبات. أسئلة الفصل صفحة 72. السؤال الأول، املأ الفراغ بالكلمة الصحيحة. يعود أصل الفحم الحجري إلى، حكينا الأصل الفحم الحجري وين، من وين أصله. إحنا قلنا إنها نباتات ماتت وترسبت بعدين تكون عندي الفحم الحجري. تحول الخلايا، الخلايا إيش اللي بتحول لي من الطاقة الشمسية إلى الطاقة الكهربائية؟ حكينا هي الخلايا الشمسية. تشبه طريقة تكوين الغاز الطبيعي طريقة تكوين النفط، وإحنا حكينا غالبا ما يكون الغاز طبيعي بنفس المنطقة الموجود فيها النفط، لأن ظروف تكونهم تقريبا نفس الإشي. لا تلوث مصادر الطاقة المتجددة البيئة، عارفين إنه مصادر الطاقة المتجددة غير ملوثة للبيئة لأنها أصلا هي من البيئة. العنصر الكيميائي الرئيسي الذي يكون الفحم الحجري هو الكربون، واحنا حكينا بتكون الفحم الحجري من مادة سوداء تسمى الكربون. سائل أسود لزج يستخرج من باطن الأرض هو النفط، حكينا إنه له رائحة كريهة أيضا. السؤال الثاني، فسر سبب كل مما يلي. اتجاه العالم للبحث عن المصادر المتجددة. ليش العالم تبحث عن مصادر متجددة؟ لأن مصادر الطاقة الغير متجددة ستنفذ في وقت قريب، وهي تعتبر من ملوثات البيئة، بينما مصادر الطاقة المتجددة دائمة وموجودة ولا تلوث البيئة. الطاقة الشمسية هي المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض،
لأن الشمس مصدر مباشر للطاقة، وجميع الكائنات الحية بأشكالها المختلفة تحتاج إلى الشمس. كان الإنسان بيحتاج إلى الشمس لتسيير حياته اليومية أو لاكتساب فيتامين د، أو النباتات لعملية البناء الضوئي. فبلاحظ أنه جميع الكائنات تحتاج إلى الشمس، لذلك هو مصدر أساسي ومصدر رئيس للطاقة. سؤال ثلاث، سؤال أربعة، واجب. أنا بطلب منكم واجبات، مش قاعدين بصرني إشي الحل. فبتمنى اللي قاعد بحل يرسل لي إياه عشان أتأكد من حله. فيش غير طالب اسمه وسام بالصف السادس الأولاد، وطالب سيمة بتشكرهم بيرسلوا دائما واجباتهم. تحلوا الواجب، وهيك انتهى درسنا لهذا اليوم. دمتم بحفظ الله، أتمنى لكم التوفيق، ونلقاكم بالقمة أكاديمية العزيز.